ازيكم يا بنات، واهلا بيكم تاني في القناة. انا لوج، والنهاردة عندنا فيديو هقول لكم فيه تجربتي ورأيي في فرشة الميك اب دي من ماجنيتون لندن فايبرسونيك بلندنج براش. كانوا بعتولي قالولي عايزينك تجربيها وقولي لنا رأيك فيها بصراحة، فبعتوها لي مشكورين. استخدمتها مرتين او ثلاثة. انا في الاول قلت يعني ايه يعني فرشة بلندنج هتعمل ايه، فكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا هي هتعمل ايه وهل فعلا هي كويسة ولا لأ، وهكلمكم عن كل حاجة عنها. ولو عندكم أي أسئلة تخص الفرشة سيبوها لي تحت في الكومنتس، وطبعا هسيب لكم كمان اللينك الويب سايت بتاعتهم اللي تقدروا تجيبوها مني تحت في الديسكريبشن بوكس. وبس كده، مش عايزة أطول عليكم. متنسيش لو عجبك الفيديو ده اعملي له لايك، سيبي لي كومنت برايك، اعملي شير كتير مع صحابك، وأهم حاجة اشتركي في القناة ودوسي على علامة الجرس علشان يوصلك إشعار أو نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ. طبعا اول حاجه عملتها ان انا حطيت السكين كير بتاعي، حطيت كريم النهار، حطيت كريم العين، حطيت ليب بالم، وحاطه لانسز من ارورا لونهم جراي لو حابين تعرفوا. وهنخش على طول في الفاونديشن. انتوا عارفين ان انا ما بقتش استخدم فاونديشن، بس طبعا لازم اجرب الفرشه مع الفاونديشن. بس قبل ما ابدا عايزه اوريكم الفرشه من قريب. اول حاجه دي الراس بتاعها، والشعر بتاعها ناعم جدا. دي الراس وبتتفك كده لان ليها مفروض فرش تانية لو عايزة تشتريها وتركبيها بدل دي لبلندنج، طرق بلندنج تانية. ده الزرار اللي بيشغلها، هو زرار واحد. اول دوسة مفروض ان هي بتعمل بلند، وتاني واحدة اسرع شوية بتدي اير براش فينش، وتالت واحدة بتقفلها. من تحت هنا ده التشارجر بتاعها، وهو بيكون اخره USB، وبتتشحن كومبليتلي بعد ساعتين. يعني لو حطيتيها ساعتين هتديكي 100 دقيقة تشغيل او انك تستخدميها. طبعا هي بتكون جاية مشحونة اصلا. عايزة اوريكم كمان العلبة دي، العلبة بتاعتها، وطبعا انا خرجتها اوريدي واستخدمتها قبل كده. بتيجي الفرشة محطوطة هنا في النص، نشيل دي، دي البلاستيك اللي بيكون جواها الفرشة، وبعدين تحت بيكون معاها السلك التشارجر سبير زي ما قلتلكوا، وكتاب مانيوال بتعرفي فيه كل الاستخدامات وكل حاجة تخصها. قبل ما نبدأ الفاونديشن ونستخدم فرشة، هستخدم الكونسيلر ده من بنفيت بس علشان ادي بيه كفر اعلى للمواطق اللي فيها تصبغات، وبعدين هستخدم الفاونديشن ده من اسنس. بعدين دلوقتي هستخدم الفرشة وهدوس على الزرار مرة واحدة. وزي ما انتم شايفين كده، مش عارفه باين ولا لا، هي بتعمل فايبريشن الفرشه. انا شايفه الشعيرات، شايفينها عماله بتتحرك. هنبدا ندي. طبعا وانا بدمج ببقى ايدي خفيفه علشان ادي مساحه للشعر ان هو يتحرك ويدمج الفاونديشن. انما لو تقلت ايدي هتضغط الفرشه ومش هيخلي الشعر يتحرك براحته. هعمل لكم كلوز اب على البلند بتاع الفاونديشن، موزعه بالتساوي، مفيش مناطق اكتر من مناطق. دلوقتي هروح على الخطوه اللي بعدها وهي الكونسيلر، وهستخدم الكونسيلر ده من اسنس، وهركزه طبعا على المناطق اللي فيها تصبغات وتحت العين والمناطق اللي عايزين ننورها. هرجع بالفرشة تاني وهدوس دوسة واحدة بتاعت البلند، وبرده ايدي تكون خفيفة علشان اسمح للشعيرات ان هي تدمج الكونسيلر. وده الدمج بتاع الكونسيلر. دلوقتي قبل ما نكمل هعمل حواجبي مش على الكاميرا، وهنرجع تاني نكمل البرودكتس بالفرشه، وهرسم حواجبي بالكت دي من كاترس. رسمت الحواجب. دلوقتي هنثبت الوش كله بلوس باودر من جولدن روز، وهستخدم الفرشه بس المره دي على السرعه التانيه بتاعتها علشان تدينا الاير براش فينش. الاول هاخد الفرشه واحطها في الباودر على طول دايركت، وهنفض الزياده، ودوست اول دوسه، بعدين تاني واحده، وبعدين ارجع اخد تاني. وده شكل الفينش بتاع الباودر. اجين هروح خلف الكواليس، هحط الاي شادو، الماسكارا، هخلص الحاجات اللي في العين، وبعدين نرجع للوش علشان متحمسه
اوريكم ازاي بندمج البلاشر والكونتور بالفرشه. دلوقتي خلصت العين وهنعمل الكونتور والبلاشر. وقبل ما استخدم الفاونديشن في الكونتور والبلاشر همسح الفرشه على منديل عشان اشيل بس الفاونديشن والباودر الزياده. يعني بصوا انا قعدت امسحها هي ما طلعتش كتير لان هي اوريدي ما بتشفطش برودكت كتير، ما بتستهلكش برودكت، فالبرودكت مش بيروح هدر، بيفضل على وشك زي ما انتوا شايفين. الفرشه يعني باين اللي متبقى عليها حاجه بسيطه. هستخدم الكونتور ده من ميكس وانا متحمسه قوي اوريكم الخطوه دي لان فعلا انا انبهرت وانا بعمل الكونتور بيها. هستخدمها على السرعه الثانيه اللي هي الاير برش فينش. الاول هحط الفرشه في الكونتور وبرده بنفضها، بتاكد ان الكونتور موجود على كل الفرشه، بنفض بعدين اشغلها على السرعه الثانيه واروح واجي في المنطقه دي اللي انا عايزه اعمل لها كونتور، واعمل حركات دائريه واروح واجي في المنطقه. وده الفينش بتاع البلندنج. طبعا الناحيه دي ما عملتلهاش والناحيه دي عملت لها، ده الفرق ما بينهم. دلوقتي هعمل كونتور للناحيه الثانيه. دلوقتي هعمل عند الجبين حاجه بسيطه من البرودكت عادي وهو شغال، وبدمج اللي حسيته ان هي بتدي بروفيشنال لوك. ان انت لو واحده مبتدئه هيبان ان انت بتعرفي تدمجي الكونتور، تدمجي البلاشر، ما عندكيش مشاكل في الموضوع ده خالص. دلوقتي عايزه اوريكم التريكيه، حاولت اعملها وحسيت ان هي نجحت، بان انا باخد طرف الفرشه مش كلها بحطها كده، باخد حاجة بسيطة ونفذها، وبحفظ طبعا المكان اللي انا حطيت فيه وبشغلها وبعمل بيها كونتور المناخير. بعدين بطرف نظيف هقلبها شوية وادمج الكونتور اللي حطيناه، وبعدين همسح الفرشة تاني في المنديل عشان اطلع منها لون الكونتور. واجين اللي طلع بصوا حاجة يعني بسيطة جدا. الحلو كمان فيها ان الشعيرات بتاعتها عاملينها بتقنية البايو ماستر اللي بتخلي الفرشة تبقى انتي بكتيريال، يعني البكتيريا بتقعدش عليها فما تعملكيش حبوب، ما تعملش كونتامينيشن يعني عدوى مثلا. مع اني برضو بانصح ان هي طبعا تبقى بتاعتك انتي بس، بتستخدمهاش مع حد تاني، ولو حد هيستخدمها تغسلوها طبعا لما تيجي تستخدمها ورا بعض. دلوقتي هحط البلاشر وهستخدم البلاشر ده من السيفورا، ونفس الحكاية بحط الفرشة وانفض الزيادة، وبرضو هشغلها على السرعة التانية، وايدي خفيفة على الوش علشان تديني الاير برش لوك وتدمج البلاشر. هحط حاجة بسيطة من البلاشر على المناخير على الدقن. ده الفينش بتاع البلند بتاع البلاشر. هنيجي بقى الخطوة الصراحة انا مجربتش اعملها بالفرشة وهي الهايلايتر. يعني انا جربت الفاونديشن، جربت الكونسيلر، جربت الكونتور، البلاشر، كل حاجة. معرفش ليه كنت باجي عند الهايلايتر وبقلق شوية لان شكل الفرشة يعني هيبقى صعب، بس قلت بما ان انا اخترعت الحركة بتاعت الكونتور بتاعت المناخير احاول استخدم برضو جزء صغير من الفرشة. الاول همسح البلاشر المتبقي على منديل، وفعلا ملاحظة انه ما بيطلعش برودكت كتير على المنديل، فشابوه. بالعادة انا بحب ارش مثبت ميك اب قبل خطوة الهايلايتر، بس النهاردة هدي فرصة ان انا احاول اعرف الاول هستخدمها ازاي مع الهايلايتر، وبعدين نبقى نشوف موضوع الفيكس بلس ده بعد. هستخدم طبعا الهايلايتر المفضل بتاعي من كاترس، وهاخد هايلايتر على حته من الفرشه وانفضها. Actually not bad خالص. بعد الحته دي هستخدم الفرشه كلها في الهايلايتر. ده البلند بتاع الهايلايتر، مش عارفه اذا باين ولا لا بالفرشه. حلو جدا، يعتبر بالنسبة للي انا بحطه هو اخف حاجة بسيطة، فقررت ان انا هرش مثبت الميك اب واجرب على الناحية دي الفرشة والهايلايتر مع مثبت الميك اب. طبعا
طبعا استخدمت مثبت الميك اب بتاع كاتريس، برضه طبعا بشغلها على السرعه الثانيه بتاعت الاير برش، وللمس بيها المناخير المهمه حاجه بسيطه. ودي ناحيتي بمثبت الميك اب، الحمد لله الموضوع نفع. دي اخر حاجه هحط الليبستيك وهنرجع بقى نعمل ريفيو عنها اخير. وقبل ما نكمل، لو بتسالوا ايه هو الليبستيك اللي انا حطاه، هو بانكسير ودرجته 3. تعالوا نعمل كده ريفيو سريع. بتعمل بلند بسرعه، بتعمله بطريقه بروفيشنال، بتدي ناتشرال لوك، تحسي ان اللوك طبيعي، مش الحاجات باينه ومخططه في وشك. لو عايز تستخدمي برودكتس اقل هتقدري تستخدمي، تقدري تمجي بيها البيبي كريم، الكونسيلر، لو مش لازم تستخدمي فاونديشن، انا واحده هستخدمها بس مع الكونسيلر. بس النهارده حبيت اوريكم كمان ازاي بتدمج الفاونديشن. حلو فيها ان هي تنفع مع ليكويد، مع الباودر، مع فاونديشن قلنا، كونسيلر، كونتور، بلاشر، تنت، سواء كريمي او باودر، كل حاجة، اي حاجة سواء كريمي او باودر هي تقدر تدمجها. هايلايتر زي ما شفنا، برونزر، يعني تدمج اي حاجة كريمي او باودر على الوش. فيها سرعتين، السرعة الاولى اللي هي بتاعت البلند، وانا حبيتها مع الفاونديشن والكونسيلر او الحاجات الكريمي، والسرعة التانية الاسرع للحاجات الباودر علشان تدي الاير براش، او كأن الحاجة مدموجة كده بطريقة فلولس. هي بتعمل 200 فايبراسونيك، الهزات اللي هي بتعملها دي في الثانية، 200 هزة في الثانية. والشعيرات بتاعتها مصنوعة بقولتلكوا البايو ماستر تكنولوجي، اللي بتخليه انتي باكتيريال، يعني البكتيريا ما تنموش عليه وما تقعدش عليه. وهي كمان مناسبة لكل انواع البشرة، دهنية، جافة، حساسة، تنفع لأي نوع بشرة. وكمان بتوفر في المنتجات اللي انتي بتستخدميها، ما بتشفطهاش، ما بتسحبهاش، زي ما انتوا شايفين كده الفرشة مش بتبهدلة ومش ملزقة، يعني انا حط ايدي عليها لا ما فيش حاجة بتطلع منها. زي ما قلتلكوا لما بتشحنيها فول تشارج بتتشحن في ساعتين، ده لو هي فاضية تماما، وبعد ما تشحنيها ساعتين بتقعد 100 دقيقة استخدام. طبعا هي بتيجي مشحونة، اول ما جت هي مشحونة، فانا كل ده لسه مش هنتهش ولا مرة. انا شايفة ان هي هتغنيكوا عن فرشة فاونديشن، فرشة باودر، فرشة بلاشر، وفرشة كونتور. هتغنيكوا عن بيوتي بلندر، او ممكن ما تغنيكوش قوي عنها، يعني لو انت حابة انه مثلا تطبطبي بعد ما تدمجي مثلا فاونديشن او كونسيلر، حاسة ان في حاجة مخططة، بس انا ما حسيتش كده. انت بتستثمري في فرشة هتنفع معاكي في حاجات كتير، وهتعيش معاكي وهتقعد معاكي، مش زي البيوتي بلندر ممكن بعد 3 شهور مفروض ان احنا نتخلص منها علشان بيبقى عليها بكتيريا، دي انتي بكتيريال. فالصراحة انا حبيت الفكرة بتاعتها جدا، واكيد هتشوفوني بستخدمها في توتوريالز كتير جاية، ده الاكيد، وده اللي يأكد انه انا حبيتها فعلا. واخر اوبشن فيها هو ان قلتلكوا احنا بندوس عليها مرة علشان بلند، التانية علشان الاير براش بلندنج. في اوبشن تالت بتدوسي عليها حبة كتير شوية لحد ما بتنور احمر، بتعمل لوك علشان لو عايزة تخرجي بيها تسافري بيها ما تشتغلش او ما تدس عليها، فتوفري الشحن بتاعها. كمان اوبشن تاني فيها هو انك لو دوستي، دوسنا 3 ثواني، انا دوست اهو، عملت فايبريشن واشتغلت لوحدها وهتفضل شغالة، ده اسمه الكلينينج مود. تبلي الفرشة بالمية، طبعا ما تجيبيش المية ابدا على الحتة دي، بس على الشعيرات وشوية الصابون بتاع الفرش بتاعك او اي حاجة، وفي ايدك او في الحاجات اللي زي ديت اللي بتنضف الفرش، وهي هي سكتت لوحدها، هي بتفضل شغاله لمده معينه وبعدين تغسليها تحت الميه. تقدروا تلاقوا فرشه ماجنيتون لندن في اللينك اللي هسيبه لكم تحت في الديسكربشن بوكس في الويب سايت بتاعتهم. وبس كده، يا رب يكون عجبكم الفيديو النهارده، استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه. قولوا لي رايكم ايه في الاختراع ده، انا حبيته جدا. قولوا لي رايكم في البلندنج بتاعه. وبس كده، ما تنسيش تتابعينا على السوشيال ميديا بتاعتنا، على الفيسبوك، تويتر، انستجرام، سناب شات، واكيد على اليوتيوب. هتلاقي كل الاكونتس تحت في الديسكربشن بوكس فوق الفيديو دوت. لو انت على الفيسبوك كانت بتظهر على الشاشه خلال الفيديو، كمان هتظهر في اخر الفيديو ده. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي. فبتستخدم يعني ما بتست كمان اكتر. ايوه اديني، ما تبخلش عليا بالزمامير.
انك بي ان بي 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 بيقدم بيقدم برونا في الخطوة دي. مش عارفة اكمل, خايفة الفاونديشن ينشف. I love you like a love song baby, انك بي ان بي 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 بي.